بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأحكام التي يحتاجها المسافر معرفة القبلة، فهناك الآن برامج يعني تحدد لك مكان القبلة واتجاه القبلة، لكن ذكر الفقهاء بعض الأمور التي تعينك على معرفة اتجاه القبلة. أولاً وجود المحاريب، محاريب المساجد، فبعض المساجد يعني إذا مررت بها من محراب المسجد تعرف اتجاه القبلة حتى ولو لم تدخل المسجد، حتى لو كان المسجد مقفلاً. كذلك النجم وبالنجم هم يهتدون، وأيضا الشمس والقمر وغيرها من يعني هناك خبر الثقة. إذا سألت رجلا، إذا سألت إنسانا مسلما وأخبرك عن القبلة فخبره موثوق ولا بد أن تأخذ به. من الأحكام التي ينبغي المسافر أن يعرفها الصلوات التي تقصر، ليست كل الصلوات، فبعضهم يقصر المغرب، بعضهم يقصر المغرب، والمغرب لا تقصر، هي وتر النهار. فالصلوات التي تقصر هي الرباعية فقط، صلاة الظهر والعصر والعشاء، أما غيرها من الصلوات فإنها لا تقصر أبدا. فكذلك من الأمور التي ينبغي المسافر أن يعرفها الصلوات التي تجمع، فيجمع بين الظهرين والعشاءين، الظهرين الظهر والعصر والعشاءين المغرب والعشاء، فلا يجمع مثلا بين الفجر والظهر، ولا يجمع بين العشاء والفجر، ولا يجمع بين الجمعة والعصر. فالصلوات التي تجمع فقط هي صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء. إذا خرج المسافر من بلده وقد أذن وقد دخل وقت الصلاة، فإنه يجوز له أن يؤخر الصلاة ويصليها بعد أن يفارق العمران ويقصرها، فالعبرة بفعل الصلاة لا بدخول وقتها. كذلك عكس هذه المسألة، إذا أذن المؤذن وأنت لازلت مسافر ثم دخلت إلى بلدك، فإنه يجب عليك أن تتم هذه الصلاة ما دمت دخلت إلى بلدك، فالعبرة بفعل الصلاة هنا لا بدخول وقتها، دخل وقتها وأنت مسافر لكن فعلتها وأنت مقيم فلا بد أن تتمها. عكس هذه المسألة، إذا دخل عليك وقت الصلاة وأنت لازلت في بلدك ثم سافرت، فإنه يجوز لك أن تقصرها، لأن بعضهم يقول ما دام أنه دخل الوقت وأنت لازلت في بلدك فلا بد أن تتم هذه الصلاة وتصليها أربعا. لا، حتى ولو جمعتها مع التي بعدها، حتى لو دخل وقت الصلاة ومضى منه شيء يسير ثم سافرت، فإنه يجوز لك أن تؤخر هذه الصلاة وتجمعها مع الصلاة التي بعدها وتقصرها، فالعبرة بفعل الصلاة لا بدخول وقتها. نسأل الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى.